السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالمينو الباتشوب تانكو سو دوادا برامج قاعره ونقوة رئيسانا ينو وسيركا عافيمات بنتلان دكتر صادق اينو ساعات وسير كو سو دو سومالي تنان إلا الهدشت واما سانتا الجامعة صادق اينو مركي نقا يسوو كين دبايسي وحايا حيد اوين صرف ريسونا سيدان وقرن نيروبي هذا أشر حم مدحت النماذج بنتلان اللي قاس وحير كدب مركي دور شذي أي دعبي هول كلا تجي وكهرتو بناك كاستاكت سياسة دادو تي ماقن مركي دور شذي دعدينا قاسوب حنا وحكوا أكيد ليس كا قلها وسير هذا ما قاعد ما دي قاعد البضي وسوء قبل قري والله صحيح لين مدحوينها وسارد إلى دون سنة قبل تلقان كيد البضي بسم الله الرحمن الرحيم ورون ومرشحين تي وان كامي دهال لكن تين دور شادو دعين بان إعلامي سبب لغا بنتلان تي في ميوها يدون نو سومالي جنرال ميوها سبب لغا بانو شاقي انان كهاري تان والغو قرطي موسي عداد دورتي قد مدحوينه نين وحاو يقون يهانا أن أصحابهين الدبادها انتان مريني شك وداق بانا هين سياسة دردن بان مركا كاقا ودا جرري مركو مدحوينها النقضي هل مر واي سرقني حقيق دي شك قود بانا لحمرتي آخر كينا ليس كان اسكو عركي anoo ku jira adoon dadba isku aad hada sheekadeenii guud wax yaani waan dalbado waa ku adkaystay ma dhihi karo laakiin ma aan dalbanna ma dhihi karo waad ku daraysay laakiin waa muujisay waa muujiyay wax raayna ku midiyo wasaaradda caafimaadka ee wasiirka tahay sanad baa idin dhamaaday hadii lagu weydiiyo maxaad qabateen adoo soo koobaya maxaad ku sheegay وحقبت كوزارة حقيقة أدبو بلارن يهي وانا وزارة وزارة كليان ديه كرا تولو والبلغه هلا يشقالة أشقية أو كحران وزارة دي أو ورسو قد بي عما ستوصة ورعا في ماد بانكا ودا حالة دعا في ماد ورسو قد بي عما ستوصة عما سداد بان نوصو مريا دقمو إيو قبل إيو و دادك ايجا و اما انسنتيف انسين اما مشهر بوحا انسين وزارد وزارد ساو بلارن وي وحقبت كذي هدي لغا شكيو وحاوي وقتي بدن بي قادن ايسا و قبل كوردن وزارد سامي سوي ولو باهيه اينا مدبوحين وحيابها اووين وانو قبني تارغت كان اينا وحاويه هويدا يا دلانكا إن لا يرايو سالا سعودي سوماليا جودهان لامبركا لامبركا أوه سيا بيكوجدا هويدا جريدا هويدا يا جريدا دلانكا هلك السنة كير ما له مجتمع عافمات كيس اللقاء يا جوبا وحا كمدا المهر دشة كم كي المود أو مجتمع أدشة انتين هل سنة جارين ما قادمته wadamo waxa jira ay wax ka dhiman kunkuba ayu quraan salaam baynu noho cimriga ilaahi subhanahu wa ta'ala gacantisa ku jira qadarta wa aamin sanna laakiin iyadoo qadarta aad aamin sanahay baan misana waxaanu aamin sanahay nolosha inay sababo ku dhisan tahay oo qadar iska aamin oo iska fariiso diinta nama ayan farin inaanu yarayno buu barnaamijkeennu ahaa waana aanu dadaalay intii tabartay walow statistico buuxa aan lahayn ilmahaasi waxyaabaha yaabka leh oo cajiibka waxay u dhimanayaan wax hadal lagaga hortegi karo hadal la hadlay lagaga hortegi karo tusaale dhig hoyooyinka guryaha ku dhala qaar baan ogolay inay isbitaal yimaadaan xishood ay ka xishoonayaan qofkan cusub oo dhalinaya islaantii waayeelka ahayd oo mulisada ahayd bay iska rabaan islaantu aqoon kuma dhisna marka qaabkay wax u dhalinayso hadday ilmaha dhintaan waa xaalad la yahay waa caadi oo xisaabtan ma jiro in marka gabdhihii
لودي رجل يا إيس في تلك الأيام هذا عرور بدن بكوبت باديس وحياة هيود إن تاون حكم هذا قبلي جار هراء إيمان ما يسوا إيس في تلك جار وحياة إيمان يسا علمه أما أي أورج مديهن أما أي بروسس كي جريدة قصي السعودة وحواء عن لقى قرن كله تصالة هو يدر لجير لجريدة كل عضة أنا مية علمها على شيء ذو كجرة أنا مية داس وأودي منايا كلي يمرك هو يدا وحي أبها أنت إن الله عن تودي جاجة كردي عن أما الدواء فيرو ما قاده ما قرأت وحيا بها السنبال كابا عيالك أي أب لعنايا مرك آد بانو arintaas ila tabartay anagu service baan bixinaa jaamacu wasaaradan wasaarad adeeg weey adeeg caafimaad tabarteenana mar walba waxii wax qabadkeenana mar walba wuxuu ku jaan go'an yahay tabarteena waxyaabo qof badan waxa sheegtay wasaaradaada markii aad ku soo biirtay shaqaalihii wari joogay baa joogay adigana waxaan ku soo yeelay inaad xisbi waa awloonatay oo midnimo aad gudoomiye oo ahayd markii aad halkaan tiina waxa wararkii markii soo shaac baxay aha ina xubno ka tirsan maamulka wasaaradda dhinaca agaasinka iyo agaasimaha maamulka oo kale iyo tusaale ahaan aad shaqo joogtay ku samaysay haddana culaysyo kale yimaadeen oo la soo celiyey arrintaas sida u dhacday waa su-aal fiican weeye horta markii qof meel yimaado haddii system rasmiya oo gaamuray uusan jirin isku dhac waa imaanaya run haddaan kuu sheego anoo foobiya qabaanimid meesha shaqo joojinna ma aanan samayn wasaaraddoo dhan baan ka qabay wax shaqo joojin la yidhaahdo horta aan sameeyey ma jirin ma ahayn agaasimaha maamulka keliya agaasimaha maamulka iyo agaasimaha guud labaduba waa ay maqnaayeen waxaan damcay inaan wax isku bedbedelo waxaa jirtay qofku markii xil uu hayo uu meesha baneeyo xilkii dee qofba uga tegaya ninkii saxiixa uga tegay baan ka bedelo nin kale ku bedelay wax intaa dhaafsiisan oo aan sameeyey ma jirin laakiin markii ay yimaadeen labadoodii waxay qaadatay bilabo inaanu isfahanno oo foobiyadii iyo cabsidii ugu jirtay iga baxdo sababtoo wasaarad mugweyn baa lay dhiibay inay fashilanto hawshaan ka cabsanay hawsha inay fashilanto ila xil baa lay saaray madaxweynaha hadde haa waayo ismaanu oqon wax xiriira oo naga dhexeeyey ma jirin madaxweynuhu wuxuu yiri markuu magacaabay fadhigaynu igu horeeyey wasaaraddan heer bay soo gaadhay oo wasiirkii hore shaqo fiican buu qabtay cali cabdullaahi saaxiib baan ahay markii lay magacaabayba laba habeen buu icasumay wasaaradda heerka ay gaarsiisantu iga waramay madaxweynuhuna marka wuxuu yiri heer bay soo gaadhay in heerkaa laga sii qaado baan jeclahay buu yiri haddii kale isbedelkii aan sheeganaynay baa been noqonaya waana runtiis aniguna maadaama markii ugu horeysay ay ahayd oo aan siyaasad soo galo walow qofka da-da iyo khibradda iyo waxbay kuu buuxinaysa ay ii buuxiyeen meelihii iga bannaanaa misena laba bil ka yar bay nagu qaadatay inaanu isfahanno tiimkii quruxda maanta wasaaradda ka muuqata iyo magaca ay leedahay waxaa keenay kalsoonida aan isku qabno saad la socotid laba shiro waaweyn oo halkan lagu qabtay anoo maqan bay dhaceen shaqaana aan ku maqnaa toos baan warbixinta u kala qaadanaynay markii lagu magacaabay saad doctor wasiir bishii afraashanteedii waxa aaday nairobi bishii may lixdeedii haddaan khaldanayn waxaa aaday geneva bishii juun waxaa aaday suudaan socdaanka intaan laaleeg oo ilaa hadda kii octoobar ee sebtembar u dambeeya turkishka aaday d
ديار ده انت عفوش شيء وحلاقي يا وين كبران ده يتوان جن وزارة ده دون وزارة عافية معه والله بهني أنا ما بمشي دينه وش قيس بل أضو أهل تحس قبضي يا نوا سؤال في عن هرت هذا الكي جهر عن كل لعبنا يا هدي أنا يا تيم كا ينكلسوني ندح أولين وزارة ده عنده يسقو قبضان هيد ما قرأتي وأيو وزير سيد أتشي سيد أنت هدو فيا يو وزارة يو سق روح بدن الصعوتة واحد قرانا يسا كالسوني دا يو الشقا دا وضا الشقاين تا يو تيم كاين ويا رنتي تيم سلا جانقا دا يو very tough حي شيء يسا مكا اينا واسكو كالسونا هلين وانو اسكو كالسونا هاي تان سفر كانو ايمانا يا مركا دكتور علي عبد الله وزير كي قهر ريوي هبين كي قهر ريوي عسومي واو جوغا ودوري سنكرنا سفر بضان وديار قروبوي وربحنتو سينا يا كامد هاي ايه هدانو وزارة عافيمات كان هاي وحان كويري انو اديق بانو بحنا اديق انا وحو كوحيران يا هاي هاد با اوود دا قالة يا قلب او انو هينو بو كوحيران يا اديق انا نو هينين مقالة دا ايل مقار سنكرا ادان كوي دي مقار سنكرا اديق انا هينين تصالي مقار سنكرا إلى أن تكون هناك سنة دقيقة ونجد ومية صومة وأين أن أراد أن أمرك أديك شرارك أنت واكب دينهن شركة سنة كين نيروبي دونر سكيبا فريسانة يي وحي وعصبة وحي كهلين سنة كيهرة وحي لصو قبطي iyo qorshaha sanadkan sida loo hirgelinayo waxa ay wasiirka caafimaadka federaalka iyo wasiirka caafimaadka Soomaaliland fadhiga ugu horeeyay Cali Cabdullaahi Dr. Cali Cabdullaahi wasiirka hore iraacbaayay ilaa wa ilaa uu iraacay waayo bil wa ka yarad intaan xilka hayay markaas ya fadhigan Geneva waxa fadhi wasiirada caafimaadka adduunka oo dhan ay isugu yimaadaan oo sanadle ah sanadkii mar buu dhaca walla isku barta waa lagu xoqaataa socdaalada aad sheegtay inay muhiim ahaayeen fadhiga wasaaradda la soo qabtay sheegtay muhiim ku ahaayeen ka qaybgashay oo waxa ka soo kordhinaysa laakiin dadka banaanka ka taagan siyaasadda dawladda markii maamul ku arkaan oo diyaarad si saaran ama meel kale tigay ama Yurub lagu soo dhaweeyay xaflad lagu ku qabtay TV laga soo dhaweeyay waxay u fasirteen inaad ku jirtid ololaha siyaasadeed ee mustaqbalka waxaad ka jawaabisaa ololaha siyaasadda aan ku jiro waa dawladdan aan ka mid ahay inaan xoojiyo dawlad baa hadda jirta oo aan wasiirka oo cabinetkeedii ka mid ahay oo aan talooyinkeedii wax ku leeyahay waayeelka ahay waayeelkeedii ka mid ahay haddii meel kasto aan joogo waxaan gadayo waa siyaasadii dawladda marka waxaan wax aan gaar u wato ma jirto iyo magac aan gaar u raadin wax gaar ah maba wadan karo se wax gaar ma gaari baa laba darawal wadaan gaariga hal darawal buu leeyahay inta kalena wixii ra'yi aan qabo golaha wasiiradan ka jeediya ma garatay wixii shaqo private ana oo talooyin gaar ah madaxweynaha si gaar ah waa siiya sida wasiirado kale intaa wax dhaafsiisan ninkii hadda gala nin caqli badan ilama baaha waxa jirtay inuu oo dadku ay warbaahinta aad halagaysay خلاف مساعدة ذلك الاحتلال هذه اللي بيصير كل جين كان وحن مغلي إن خلاف كاس يكون سلسة يعني إن المسير الدولة هو بس تبتدي الحركة مركا الدولة يصير أنا تسمع ترتع ما هي حكم جرا خلاف كواجرا أو خلاف قف كستايد الأحمرية غير كميشة نك هي ناقة كوشش هي إنه جري وضد استان أنت هاس خلاف بعد الأحمرة وزير كحيان كا يا وزير الدولة يا وزير كا waa saddex xubin oo golaha wasiirada ka tirsan oo xilka haya wasaaradda wada haya qof kastana wuxuu leeyahay waajibaad saaran marmarba marka waxaa dhacaysa waliba waagi aan cusbeyn bay ahayd badanaa oo shaqadu nagu cusbayd oo qof walba jahadiisii iyo soomaalidu waxay dhahdaa carab iyo ilkaha isugu dhowo waa isqaniinaan qaniinka waxaa keenaya midba booskiisa ka baxayo soomaalidu waa daalimiin maahmahadaas ma dhammaystira ya waa isqaniina intaasay kaga hareen laakiin sababta ay isu qaniineen meesha waa kama qanta waxay isu qaniineen midba booskiisa ka baxayo
marka khilaafku wuxuu ka iimaanaya ama ana booskayga ka baxaya ama wasiirku xigeenka booskiisa ka baxaya ama wasiir dawladda booskiisa ka baxaya laakiin waxa la sanaa markiba hal hal marba wasiirku xigeenka ugu een Amina Cabdullaahi uga tagtay xilka saxiixa sida xaqta ku haya marka Suudaan aadaysay marka aadaysay Janeefo oo kale wasiir dawladda uga tagtay Cabdullaahi Jaamac marka waxaan rabaa inaan ku bidiyo inta uga tagtay inta wasiir dawladda uga tagtay waa dood gaar laakiin wasiirku xigeenkii oo jooga wasiir dawladda inaa uga tagtay xilka dastuur ma tahay wasiir dawladda uga ma tagin oo markaan Tunis aaday wasiir dawladda uga ma tagin oo haddo aan socdaalka uga ma tagin hal mar baan wasiir dawladda uga tagin hal mar markaasna sababtayday lahayd waanu cusbayn amina waa isku dhacnay wasiir dawladda aan u yeeray waxaan intaan soo noqonayo xilka hay markaan soo laabtayna waxaan la fariisannay magacii ninka xeer ilaaliyaha sharciga madaxtooyada haya wuxuu yiri xilka wasiirka hadduu maqan yahay waxaa la wasiir dawladda maantaas wixii ka dambeeyay wasiir dawladdu waa joogaa wareyso waqtiga kale oo aan xilka uga degay wareyso wasiir maxaa tiri xeerarin wuxuu yiri wasiirka hadduu maqan yahay wasiir ku-xigeenka leh qodobka 84 ee dastuurka wii buuxa ahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasaaraddaadu waxyaabaha lagugu dhaliilo waxaa ka mid ah inaad gobollo laami ka baxsan mashaariic ay lahaayeen amiyada kala wareejisay qalab caafimaad oo loo keenay gobollada kala duwan inaad degmada dhaxar oo gobolka haylaan ugu qorneyd aad u wareejisay galdogo oo aad ku dhawaaqday tv ka sheegtay 16-kii bisha Noofeembar sanadkana soo dhaafay laga jirta maxaad ku kala dooratay labada magaalo su-aal fiican weeye iyadana jaamaca waxa weeye talan faarasigu wuxuu ku fiican yahay mahmaah baa jidday soomaalidu tiraahda xalaal barqaa la qasha anaha soomaalidu waa isdhici jireen xaaraanta waa la dhuntaa laakiin xalaashu waxay ku fiican tahay in miiskaa la saaro halka goor barqaa neefkaagu iyo aqalanaysa qofku ugu qabsanaayo male arintaas waa kuu soo bilaabayaa si dadku uga dawoobaan markaan xilka qabtay waxaa jiray saddex isbitaal oo qalab loo soo waday wasiirkii horaa ka shaqeeyey saddexda isbitaal waa Boosaaso Qardho iyo Garow Islaamig Bank baa soo waday Islaamig Bank waxaa ila xiriiriyay annagoo kadis ku kulanay guddoomiyaha gobolka Bari subax goor hore ah hotel baan ugu soo galay shaah baan dalbaday I don't know baarlamaankan ku ballansaneen meesha ku sugbaanistiri waa isa salaanay Islaamig Bank wuu i dhiibay taleefankii nin carab u ahaa waa i hambaliyeeyey wuxuu yidhi Islaamig Bank baan ahay qalab baan idin soo wadnaa qalabkii waxaan rabaa inaad nagala wareegtaa wuxuu yahay waa qalab caafimaad haddee anaaba u baahan qalab aan isbitaaladaydii siiye sidee baan kula wareegaa ii soo qor waraaqo yar waraaqdii baan u qoray email baan ugu diray emailladii waa haya waa saddex degmo kaliya ya waa Boosaaso Qardho iyo Garow qalabka waxay yihiin maqan qalab qalliin weeye markuu emailkaygii hore helay buu ii soo jawaabay wuxuu yiri waxaan kugu darayaa degmo kale oo afaraad isbitaala soo sheego agaasimayaashaydii waan la kulmay waxaan yidhi dhahar ka dhiga dhahar baa laga dhigay in fact anaa ka dhigay waa u sheegay iyaga dhahar baan qalab u dalbayaa isbitaalka afaraad awr saddex bay ahaayeen adaa dhahar ku daray anaa ku daray qof igula taliyay dhahar wax u dalab yiri ma jirin guldego baan ka dhigi karay waxaan ka dhigi karay ay sheegeen baran waxaan ka dhigi karay garaacad kulli waa dadka aan mas-uulka u ahay wey anigu u kala eexan maayo laakiin maadaama qalab helay hal isbitaal inaan geeyo waa waajib saara anigu markaa qalabka imaanayana ma oqon isbitaalka dhaharna ma oqon waan cusbaa weli ma booqan
كصادق قرشها يوجدوا علافتي واتن علافتي وحي نقطي مركا قلب اسوته وبوحه قل قلينا اوبريشن تياتر كا وحي قلب وباهنا او دنوي وحا كجرا نلكي بافك عملها ونلال كبدن وتي وهي قفك مركو سالوتادا قلينكا سدح دا تختار وحقالا يا مركي نبركو كفر الصلاة افتينك وحا قرينا يا مدح يدودا نلكا لباتن نلبوتا ميلك استو عاد كدبوشين نلالكي كلا افيني وحا كجرا لايف ماشين قفك عن منولي هاي مسواد انتي مشينكي كوشي غاي لقفك واسوسان يحيي waxa ku jira anesthesia machine mishinki oksijeenka waxa ku yani qalab hatta dusudi midiyihi kala duwana iyo maqasiyadi iyo dunti iyo lugu guraayay qalabki markuu yimid dahar baan qoraystay dahar hal taqtar ba jooga oo dhalinyara en تختاركونا وحما قالوا قالوا انت هالاقي مركا قلت لكم بامبوغدي وبوليو وكدعي قبل كمدو السالكه قلت لكم بامبوغدي وسوتالوين كومونتي غيرقل دوغو بارستي وحلغوفا انا ويا كومونتي انتي سوتال استان قايبيه سيلي مسانا رانجرينتي سيل عكو بحناي العك توضي بيكو بحيا خاطر تقلين كأي جوجة قاركود عود الرضي قلين كوحي لا قل لا يهين قلب العام مك وح كل دورة ليا قل دوب دهار وما ديار سنة حليه وما ديار سنة كل دورة ويا هذي قلب كان أنجيو دهار كسوقات هذي قبض ما حد كنت تلين لي قل دوب مر كان جيو والله فرتين ما لنتي كوحتي والوش قينا يا قلبك haddii Soomaali baan ho dayayada waa ku dheereyna dibadda laga soo wacay niman taqaatiir oo aan asxaabnahay oo reer dhaara ay soo wacay laakiin luqad professional markaan ugu waramay waa ay qameen nin soo wacay aan asxaabnahay doktor Hirsaalla wuxuu wacay taqtarkii joogay ii sheeg een dhaar qalabkaas hadii lagu keeno ma ku shaqeyn kadaa mayu yiri waraysigaagaan intaanan hoos soo fadhiisan waxaan ku baahiyay barta aan Facebook ku leeyahay inaan ku waraysan doono laban gabdhood oo ka mid ah dadka aqoonta u leh caafimaadka oo dalka dibadiisa jooga maseji ay soo direen oo su-aal kugu weydiinayeen baa waxaa ka mid ahay wasaaradda caafimaadka Puntland maxay u sameyn la'dahay xarumaha lagu kaantaroolo tayada iyo isbeddelka daawooyinka ku yimaada daawo dhacda iska keenaya daawo dhacda waqti dhakhtar kasta iska soo raranaya sidii ganacsiga farmasi kasta lagu iibinaya arrintaas maxaa ugu jawaabi iyadana su'aal fiican wey fire dowrka quality control xilka markaan qabtay target buu iyaha saddexda target oo aan lahaa mid wuxuu ahaa baahinta adeega caafimaadka midna wuxuu ahaa ciidankii adeega aan baahin lahaa haddaadan haysan waxaan baahin ka dhid inaan badiyo tirada adeega caafimaadka midna waa fayar dhowrka tirada adeega muhiim maaha inaad takhaatiir badan haysatid adduunkana ma jiro meel ummad degmo walba isbitaal ku haysata adduunka kama jiro laakiin annagu hadda waxaan rabnaa reer kastoo tuulo degan inaan isbitaal referral helo waa caqliga soomaalida baa noocaas ummaddu waxay baahisaa si loo maamulaya dadka iskala soo degay daawooyin waa ku waramaya iyakaadi horta taa waa u imaanaya saddexda taargad oo aan lahaa oo wasaarad caafimaad dr khaliif bilay khayr allah siyo waa nin waxaa lagu tilmaami karaa aabaha caafimaadka soomaaliya ee maanta noo nool nin phd degree bilado badan ka qaatay wjo la taliyaa isagoo benshana buu hadda la taliyaya meel aan ka hadlayay oo aan saddexda waxba ii taargad ahaa baahinta adeega kordhinta tirada caafimaadka oo adeegta iyo fayadhowr
سجى هذا الكحية وحويلي وزارة دي عن نستدح ده تارجت كلجان ووزارة وحكرة كشقي يصير تيفا يدور كان مركب وين ما نايا سيد الله بظهر إيجاب هنيهن تلال أنا كل ده هيا بقول أمي السوينا إسكول كجرا اللب بقول في مال هيلث كيرا بقولنا يوجد قارنا بحن تلو ينكو ده قارنا هذا كجرا بقول كلينا و نلاصة وقلادي لابد بقول في مال هيلث كيرا تالي يده دي بدا نوبل قادي إنه واحد كاروري أنا أنا وحبره وأبور أن كوكر إنه يترادي ذاتك عافية ماتك وأديك فيدور كان أبور بي ربطه ماشي مركي إبرته إيه حد هدي عن إسرعنه أن ينفر ماشي هستو تغنون نراهنه دو دا ديوان دع سنته كو وين أثرت الدو دي هشا لبرتوري كو قيمة إشتا إنت دع سنته واو هي دوين كلا قضاء إن الدوين دع سنين قاربة بيكلية دوا بيئة كوية درام كلمو قراء وكير يهي تي بيدا دوا ديدا محا كردية اتراد تي بيدا وحا كردية دوا دعسان وقفكي قادنا يا وحبا كتر ماشي ويكو سيحو ما نيسا وسير وحبا لما كشك يسير قرح بغن حولها وزيارة دنا آدبا وفاقد لكن وحاج علان لها إنا ندب أول لها بطول نوشا دي هوري عديقا الشاق دلطي ولا يشجعي أنا وحكا برتاي ولا يشجعي أنا إني جدول دي سيار برة عاد نقطتي إذا ما دي كبيرتي عاد مثلا عاد ما جرت واجرته وحن مغلي هذا مثلا كذا وسر كان اللي ما برانية الدولة دي سيار برة كبيرتي ومقدسه وسويلي وهذا الحصنة يبرا حني ما جرت ولا سير أي وقت ياس لكن واحد رأينا سند سند بحر هذا سند يبر محر إن واحد رأينا كويدي محله وحيد هنا إن رجيم هو عيدا بوها عيدا كنا قاعدين عدد بيحكمها ملايين إن دولة دي بان حنتي لكن واحد حكت كهلية إن كم إذا هيد إن سيدا هذا بوقت القرآن ويسوع طالع عند هذا القرآن صار هم لوجي كوبا عسلابين تقرأ وحكوا قرآن إن عتكم إذا هاد حبنه أوركي عالم الإسلام صار في أيادنا خطرين ومركز دولة دولة يدقر كم جرت ما كم إذا هاد أورك أو كم إذا لكن دولة دولة كل ما جرين وربا وما ينهي وحوار أيوه يس ما جرين أنا نادل يرى لتهمي كرم ما بهين تين إيج بانوهين دعونك تين إيج واقرانا يسا دولة 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 بالعران وعذق بيهيت ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان 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 مرك كتكت الدلك واحد تكتي دي الدلك الجديد دكتوريت شهادة وحقيقة كم ولا فوشك هذا روح مغري لا ده ولي أقوانت نختار الموقف شغل ولا نختار فريسة مية جرت على الناس أقوانت تختار دي بدأ كجمع شقين لكن سومالي أنت أنا بد معلي نوار نقضي هدي على كورني هاي سبيتالك جامعة نوان فارستوي سبيتالك وين نوان فارستوي وين تاس بروفيشن كيجا إن أنا كل شقية تختار وقت أقرت وحكم إذا هدي أصلا أنا خضني وحكم إذا بقول له فرت هذا فرتين أفكنا يفرتيس أفكنا يفرتيس يفرتيس يبقول له أورنج أفكنا يفرتيس صح يبقول له أورنج لي تجارك وبعدين يعني محيك صعب صناعي هذا كان أفكارنا يفرتي سوى في الصومالي أفكارنا وفي الصومالي فرتي سوى ديقى الصومالي إنه أنه فرق قرآن هلو هل كان دير بي صومرتي حركة قروح بدن ويا تاني يوسف الكونين سو سعوتي كون يصدح دي بغل وحين كسو قبا قبا ودي أولو ليه الرميقة
كاسو كوسابسني هاي كان دعال كي وغادي يانا دعال كي 77 بوكوسابسني هاي او دعادة تاريخية جيسك افريكا سومرتي حل دعال كي قوابا والسعودي بوها دعال كي قوابا دعال كاس ابها بخود انتقال مغني اه هي الله يرحم حل دعال كي قوابا والسعودي بوها انترست كاد دعال كينا وحا لها دولة ده هواوي دعال كي قوابا انتو السعودي dowladaha adduunyada saddexaad iyagu waxay ahaayeen jilayaal laakiin waxa dirirsan oo aan toos isugu dhacayn dowladahi waaweynaa super force ka ah intaas soo bandhigay qoraalka buugaasi waxa maqlay inuu cadaadis ka beeni dowladda Itoobiya ma jirtaa ma jirto hadda wasaarad caafimaadka wasiirka tahay Puntland sanad baa idin dhammaaday dowladda hadda jirta adigu wasiirka ka tahay dadku inta badan waxay la socdaan inay jiraan cabashooyin dhinaca mushaaraadka ah oo dabcan madaxdu adiga ka saraysan ay hadashay oo ay sheegeen inay wax ka qaban doonaan madaxdi ka sii horreysa kuwaasna ay sheegeen inay arrimahaasi jiraan marka mushahar la'aantaas waxaa la leeyahay marba dhibaato ayaa keeni karta adigu murashax baa ahayn waxyaabaha wax ka qaban lahayd dhaqaalaha ka mid ah intaada wasiir noqon ammaanka cadaaladda marka maxaad socon kartaa sababa raggi dowladda nooga horeeyay macruufka lama inkiro wax waa qabteen oo waxaan maanta aanu ku fadhino iyaga dhisay misana qofku markuu buko xubnihiisa caafimaadka qaba lagama sheekeeyo mar qofkii kelidaa xanuunaysa daawaha loo raadiyo kelidiisi unbaa laga hadlaya dowladdii aanu ka dhaxalay kaabada dhaqaale ma jirin oo diyaariyeen waa loo cudur daarayaayo boolisi rag iska celiya bay ku jireen oo waxbay dhisayeen laakiin dowladnimadu waxay ku socotaa waa dhaqaale dhaqaale iyo nabadgelyo dhaqaale iyo nabadgelyo waagii Puntland la dhisayay dekadda Boosaaso dhaqaalaha ka soo baxaa oo ay ku filleed si fiican bay ugu filleed bal waxaanu xasanaa allah u naxariistay cabdullaahi yuusuf oo gobollada kale soomaaliyeed oo koonfureed wax ka tara laakiin maanta dekadda waa dekaddii mujtamaci waa ballaartay waxay la mid tahay waagaad singalka ahayd keliga aad ahayd iyo maanta masalan shan ciyaala aad leedahay yacni dhaqaalahaaga waagaad singalka ahayd oo aad guursatay ama iyo maanta aad aabeto intaas u ciyaal leedahay isku dhaqaale baahidaada dhaqaale waa kala duwanta waagaas wasaaraduhu waa iska koobnaayeen baahida degmooyinka ay dowladeed waa yaray taqriiban maba jirin baaba la dhihi karaa degmooyinka xoogooda laakiin maanta wasaaraddii caafimaadka keliya baa intaa ku fadhida yay ka rabtaa fan dowladdee ka rabtaa welina dowladdii dekadii baa u il dhaqaale ah dhibaatada weyn marka waxaa weeye oo dhaqaale darida dhaqaaluhu dadka sameeya dadkaana cuna waa wax dadku ay sameeyaan dadkii ka yimaada dadkeena ku noqotaa dadkeeni dad dhaqaale sameeya ma noqon haddaan marka waxaanu raadinaynaa from markaanu nimid kaabada dhaqaale in la dhiso kaabadaha dhaqaalaha aad dhisaysidna hadda garaadkaaga garaadka dadkaaga iyo wuxuu ku eg yahay wuxuu ku xiran yahay tabartaada hadday tahay mashaariicdan airborada hadday tahay dekadda oo la ballaarin doono inta aanu raadinayno hadday tahay investoriska aan soo dhaweynayno waxaas waxay naga tahay kaabada dhaqaale in la helo waxa aad loo sheegayaa in shaqaalaha hadda jira xitaa qaybta mushaaraadka ka maqan yihiin wasaaraddaada mushahar ka maqan ma jiraa laba bil saddex bil wasaaradda mushahar dowladda nooga maqan waa jiraa waxaa markii xilka la wareejinayay aan xasuustaa in laydinku wareejiyay laba boqol sideetan iyo shan kun laba boqol sideetan iyo kow dhibic toddobaatan iyo sagaal dollar lacagtaas akoomida ku jirta mashaariic bay ahaayeen waxaa ku qabatay ma ku weydiin doonaa laakiin haddana waxaa garab socday
ديسمبر لابد يكون يصدق طبعاً كي مشاهرات كي شغالها وزارة عافيماتك ويجون لما ليه بقول صدّن تطبقهم وحسد على سوق هذا مركا وحكوا دينا يا مشاهرات كي شغالها ديسمبر ما بحسين بسويدي وطني ديسمبر تي لابد يكون يصدق طبعاً كي شغالي مشاهرات كراهي دوري دي كوريسي ما بحسين بسويدي وطني horta li tailis xisaabaadkaas exact mashii kara hadda waasi yaalin oo wax maqan maaha haddii arkiifka gashid wasaaradda sanad walba bal bil walba wax qabadkeedii way register gareysan yihiin anigu markii xilka lay dhiibay muddo sanad ah shaqaaluhu mushaar ma yan qaada هذا إنتان جوجينا، أدون أفر شامبل أو دبان فيلايا، هذا أنا خلدناي، اللي يكرته على أي حال بلا أي قاتم واجرة، ديسمبر 2013 باتر، 2013 ما نجوجنا هذا. دين تيجي تقولها يوم هي شغالي هوري، شغالها مش شهر هوري تقولها، سنة يوم تقولها. سنة بين تقولها هي. ده حاجة لا قبل حياة، سنة كي يكولي يوم، منك عنصب بيكولي يوم، مثلاً كي تجي يكولي. مركا إنه قحامي دي سنة كي هوري لكن هذا واحد يطلب كرتيبك قاتل. كم أفهم إنه يقول سؤال شخص. سنة كي هوري. 2013 وحي أحامي بحين. ما أنه بحين. سنة كان وحي أحشي بس يسوي. سنة كان هذا قبلها أي مشهر قاتل شقاله ما كره لكن بلا أي قاتل واجرة. واضح. صادق إنه كهور انتهى عند وزارة عفنات كان سنة مرة بشكل واحد دومي هي أول كلمة نم بطلان من حينها دوام وحب شعيع إنه سول كل واقع دور جديد دور شوي كا هيركي دور شوي كا ناس هي نظام كي أصحاب الدولة تكوها بنسا حزبية صوصة هذا كم حكوا خش إسم ما لقيا وأنا من نمد بقول لا بتو حزبية في فرتيد بسوا حلا ميا حزب كلا إنا سمي ستيد بس حزبية دولة هذه حزبية ما تمادي كل واقع حزب هذا سنة هن قاعن كرمس دكا سمايستا حزب من سمايستي وقعن كرمس لما نديه كارو وحزب ومضى مصلحة هذا ولا نينك حزب سمايستي دم بولي ما قرأت هذا قمر كان سمايستا أنا قمر سماي رقبان إسلا سمايستا وح دكا دحية يوح هالقف سمايستا وأدبي وكلفكته مرك هل قفصة مثل ما كدولة دون غرية؟ ما يشوف دونها النقطة، أما دولتها قفكو، أما دولة دي بدها كجوجو قف كجو ليستي إنه يسبو حزب السامستو، أما أود دولة دي تها كسامستو، أما أود رقالة أو مركا أوليها أما هلا يها كسامستو، دوا مخايد ويسبو شيء تيوي. لكن مركي داد السوي مترا دوضو هبا كوب ناتو سدحي طوان كي لغادا تصالي سدحي طوان بيهاي ومضي يوضا نوار راد دادكو مركي داد تشاديهين وحي نقوانا يعلم داد مصلحة دوضا معناها إني قوليستان ودو مركي عاد ودي حسبي قام بين نمو دولد دي دولد نكوري سي عبد الرحمن فرعي وحكو إيديني سين إنا يسان سفي عن وحي ومدين وحسبية دي يسان حسبية دي ويسكي جرتين لكن دلو دليل سيقاق وفسو ما أنت أنتي واجه جرتا جرتا حدودوه ما كوبنا تدكي ما ترى كوبنا وحول بوحوي سيدي وتاريه أدي قد دولد داكو جرتا وشالي بناك تاريها بركا وحكو إيدينا يا إلا إيشي كتي رجاء انت لك قبطا نظام كأسحابتو إنو يرقب وحول البحر توحي كوحي ريهين شعبك وحول البحر هذا وزير عافي ما أدبانا عافي ما أدبانا شعبك وهاي مجرو شعبك يلا عافي ما أدبانا هيست ندام كحسابت أنا شعبك مسؤول كا شعبك وإن يفهمان إن يكجور النظام كان قبيل كا ويجعن كسيان دولة ده إن لو جورو نظام حزبية سن بلا سي عدالة سي داعالة سي أنا وحبت سيئة هبل إسكرة يعني كا إسكرة يعني كوجرين أنا أبو مركا واحد على عينه إني واحد على عينه وايلين مش وايلين يا هاي الدستور كي على جرمري هشيس كي محوها جدجا دور شوين كأودجنا
completely ولا قرب مري دستور كي واقعد أكوري على آخر يا وحال قرب مري وح وحاجرة عرفي أهايو هذي وحات كعدان حزبيادو إني سلاح ليان وسلاح فردامية يا حباك وصعن لها ما لنا نلو ميري كعبا وحزك ودتي لكن دت دت كذا وح ودي نظام كاسحابته إيه الجليان وهم بيموتين إني كربت هاي أو يكون رغاه لكن إذا كوا كل دور السنة وكريا حزبينا وح وطا إذا كاسح صار الله بنايا دبتوين كمان كات كوا إيدين السن إيا لا سكت دعوة حيدك حني كرتين وحيا بين حني كريم بعدين هذا صوت ما دان حتى حدود دينا صوت سلطان بين نقرصة حدود السنة حجاب بين نقرصة حدود الصور حجاب بين نقرصة حدود المدوك حجاب بين نقرصة وهي سكحر دامنا اللي قاس يالي يالله وكر لكن اللي قال هذا صوت ما دان حتى وقت بهدينا قال تاني يكون على سن ما أنت هالله أنت حني كرتين سكت دا أنت هالله محق دافع سن حقا بديش إيه كذي هرتا وحوي وحدا يهوز جلسي وحدا يهوز وحوي وقتك حتى هذا وقت يريح وحيد إنا وهذا فريسة إنه حزب بان كل واحد ضد بان ما تلين حزب يك على جري وضد ما تلين إن لي سوي ما هذا صار لما ربو بروسس كان إنه هيرجع إن لي سوي ما هذا وصفران كليا هذا واحد كوري ترانسبارسي قد دواي كنتا قال دهار إلى هاد بعض واحد سيقول دوب بعد تري وصح واسية لكن أنت قف كل قدره قرون بو يسوق عذنا لكن مركي وحي عنو يسك صار صاره قفك سوى قناعة يا سوما تانا سيدا سوى كارينتو أرينت حزبية ده هديم يسكال سارة وشعبك وصيدا با وقا وضا تشان لها وريينا رير بنتنا وحا اي كفر ديا أدبان كفر حيا كلمة دا انا دوا كفا اي دي سنة خيراتك اي كفر ديا هدي اوغان لها يين إلهان اتو كدان ادارتي نن نن حبادو قوري لها انو سنجل من نن حبض قوري لها إنه سنجر وهبين إنا يقعد يكسر حدا وهبين إنا ين المها حقي كسر دوينا أيا نحن نلوش مرك ما هاي سهيس ما ها خلاف ما ها نوح لعرة نن سقط دمع إنه قري الاستودت كلينا وقش يك يعني جوا شق يستي نلوش هو ذجر يس جعيل يجول كل كبدو اللي يسلر يحسقول كل هذا ليه وين نلوش annagu wali xisbi mardisan hada wadna eedeynaysa in xuduudi waasidi annagu waxaanu ka taxadareyna wixii dhacay inay yimdeen xisbi waxaanu u sameeyneyna dad isjeel hada madaxweynuhu degmadii kansal dhisan weysana waa isaga yimaada iyaga xanuunkeeda arka waayo degmadii ku dhiganeyd oo kansalka dhisatay mashaariic baa u bilowday musuu bentay mashaariic baa u bilowday iyagina degmadaana waa la isku haystaa tii la isku haystay waa hartay waxaa la isugu haystaa nin reerkayga ha taga meesha warinka hadduu tago isagaa shaqaysanaya caruurtiisu korsanaya muxuu ku yahay adiga xukuma laakiin nin kasta ha tagay magaaladii mashaariic ha loo keeno iskuulaad ha loo keeno ceel ha loo dhiso haddii alla caafimaad ha loo keeno weeye waxa ay ahayd in maskaxdeenna ay ku jirto لكن مسكحدي إنه كم يجده أرنت حزبية المركز شالي شن حزبية هاي وحن فيلا يا هالمر بعوض ظفر السنة شنتي نين مسؤول كه ومركز إنه صحيح إنه بس مردم بس معرك لكن ما أنت وكده وانا نيسا كده وانا نيسا وحويه inaynu qad talaabada meeshaan dhigayno inaynu qad xanta ka qaadno dadkan dad walaalaha way oday qurabiyihiis fi ka wada yimaadeen diin qurabay leeyihiin doon bay wada saaran yihiin hadday degto waa la wada degaysa waxaan ku darayaa shacabka reer Puntland guud ahaan Soomaali iyo reer Puntlandba waxaan u rajaynayaa khayr waxaan kula dardaarmayaa raadiya umad wada guuleysata ee haraadinina umad qaybna ay guuleysato qaybna laga guuleysto ay guul dareysato haraadinina waa yahay helimaysan hadii in Soomaaliya guul dareysto kulli waa la guul dareystay hadii degmo guul dareysato degmooyinka ag joogana waa guul dareystay laakiin haday degmo guuleysato guushoodu guul calaafyar ah waa gabay tiray Jabuuti markay xorowday wuxuu yiri saamigii walaalka heliya sadada uu haysto si loo dayaba
شرف كيسو واسرار هاي سومالي دي هورساسي كفكرية قوشة قبل قارو وسامي ووالال كاهيري لغا ما حماد لكن هاد قوشة قبل قارو والاقا حمانايا رير هبل لوك تهلو قلدو هلا سوعلي هاد سوعلي سياكا فطحل يا مرايكن كضايا حرق باقو قاري كل قد موضة قاري يا ما قرأت مركا إلا إسكاشادو وتعاونوا على البر والتقوى إلا إسكو حوجيو إلا قوليستو مجتمعي إنو قوليستو أما هاد سنتها أدبا ما سنتهاي دكتر صادق إنو أيو أها وصير كعافيمات كي بنتلان أو أيو ورمي وخصوا بغضي حفيز كيسا إما قانا دقروا يحرمت وسارده ساعات وصير أدبا كلام هاد إلا يحرمتها إيما قدر إنت يشرفت مضان يعني نلو ذاكتي إنت الله هذا الشيء برنامج كي يوم رئيسي هذا يسوى مالي جنب أدبا كوكم هاد إلا دكتوري وجامع دبراني يو آدم سوريست يو سالم يوسف فيصل خليف ميمون عبد الرساغي لما سوماني شنال قروا ويدي له نبت كريم